السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الرقاصة هتعيش وتموت رقاصة، مش عندي كلمة تانية اقولها على دينا وردها المستفز بعد ما كلنا كنا بندعي لها وبنقول لها شكلها جميل وربنا يثبتها. مش هتصدقوا قالت ايه؟ انها طبعا ما اتحجبتش وقالت كلام كتير جدا هنقوله مع بعض، بس يا ريت نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام. اعذروني ان انا بقول الرقاصة هتعيش وتموت رقاصة، لان بجد بنلاحظ ده كتير، وده اكتر حاجة لاحظناها في فيفي عبده، انها قبل كده اتحجبت لما كانت تعبانة وقالت يا جماعة ادعوا لي ربنا يثبتني واقوم منها بالسلامة وهتلاقوا واحدة جديدة خالص. واول ما قامت من تعبها وشدت نفسها كده شوية، طالعة عمالة تعمل فيديوهات رقص ولبس شبه عاري وناسية اخرتها وناسية دنيتها. وانا ما بحاسبش حد، انا عندي اخطاء، ولكن ربنا يعني ليه بتفتكروا ربنا وقت تعبكم بس؟ طب ما هو ربنا موجود في كل وقت وكل حين، ليه مش مفكرين في التعب والموت اللي حوالينا؟ مش موضوعي اتكلم عن فيفي عبده، ولكن الفنانة او الراقصة دينا كلنا شفناها نزلت صور ليها بالحجاب، وبجد من اكتر الصور واحلى شكل شفته لدينا كان بالشكل ده، وكل جمهورها او كل الناس كانت بتدعي لها ان ربنا يثبتها وان ان شاء الله تكون بداية حلوة ليها وتنسى التعري واللبس المكشوف والرقص عموما. ولكن اتصدمنا جميعا انها طلعت واتكلمت وقالت مين اللي اتحجبت يا جماعة؟ انا نفسي اتحجب في يوم من الايام، بس لسه بدري على الموضوع ده، انا لسه صغيرة ولسه الرقص بالنسبة لي هو حياتي، انا ما اقدرش استغنى عن الرقص ده، بالعكس انا بدرب ناس على الرقص ولسه قدامي اجيال كتير لسه هتتدرب بره مصر وهنا كمان في مصر. كلنا عارفين انها عاملة حاجة زي نظام اكاديمية لتعليم الرقص البنات، خصوصا البنات اللي بتبقى تحت سن 20، ده من شروطها ان البنات اللي يدخلوا عندها يكونوا تحت سن 20 وكلام كتير. بس احنا توقعنا طبعا يهدي من يشاء ان ربنا هداها وانها بجد اتحجبت، وده اتقال ويمكن حضراتكم سمعتوا الاخبار وانا كمان تداولت الخبر ده وطلبت منكم جميعا تدعوا لها بالثبات وبان كده شكلها جميل وان ان شاء الله تكون هداية ليها. ولكن للأسف يا جماعة قالت ان انا بعمل مسلسل والمسلسل ده دوري فيه داعية اسلامية، يعني متخيلين دينا داعية اسلامية؟ طب يعني الموضوع ده مش اثر عليكي كنفسيا كده انك تبقي حابة المنظر ده او تبقي بالشكل ده او بالطهارة والنظافة والنقاء ده؟ بالعكس قالت انا مرتبطة بحفلات زفاف كتيرة جدا وما اجلتهاش، وانا لسه قدامي فترة كتير وادعولي يمكن يجي وقت واتحجب، لكن في الوقت الحالي انا ما بفكرش تماما. يعني حتى لو مش هتتحجبي طب بطلي الرقص، انت بتبقي مش لابسة هدوم. انا علشان اجيب لحضراتكم الصور اللي حضراتكم شايفينها دي يمكن بحثت في كل مواقع السوشيال ميديا عشان الاقي لها صورة بالشكل الجميل او بشكل مش تكون لابسة فيه بدلة رأس. بصراحة دينا هي نفسها فيفي عبده، هي نفسها معظم الرقصات اللي بجد ما بيفكروش في حياتهم غير انهم يرقصوا. شفناها قد ايه متأثرة بالفنانة دلال عبد العزيز، وهي نفسها قالت انا اجلت كل تصوير مسلسلاتي وحاجات الاعمال بتاعتي عشان دلال عبد العزيز. لكن للأسف بصراحة أنا زعلت جدا من الخبر ومن كلامها، حتى كان ممكن تقول قريبا أو إن شاء الله أو ادعولي، لكنها قالت لسه الموضوع مش في بالي ولسه الوقت بتاعه بدري عن أن أتحجب. مفيش حاجة بدري إنك تتقرب ربنا أو يديكي فرصة حلوة وجميلة إنك تكوني أحسن وأنقى وأنضف. أنا مش ربنا ومش هحاسبك، ولكن ربنا أكيد عالم وهو أعلى وأعلم. ادعوا لها ربنا يهديها ويهدي من يشاء. أنا بشكر حضراتكم جدا، سلام عليكم ورحمة الله.